لبنان يعاني من شيء ثاني كمان، اللي هو الهدر الفساد. هذا شيء يجب نحن كلنا نتعاون جميعا حتى نحاربه. ما بيت الوسط؟ هو كذاب وابوه كذاب وسرائين فوق هيدا. هيدا قصر محمد علي باشا ومحمد عثمان باشا اياس، عيب. بيحكوا بالتراث والحفاظ على بيوت التراث وبيغيروا التاريخ. مين هني هدول؟ المطار، المستشفى، صورة الناس، أملاك الناس. بس خابدة توقف. بدي أعرف كم دعوة في عن سوليدير بعد واقفة، ومن أيمتين، وكيف بيقبلوا عحالهم هالحكم إنه واحد سراء يحكم البلد. وإذا بيكملوا هيك سني كما تكونوا يولى عليكم. محاربة الفساد والهدر، هذا بالنسبة لي من أهم الأشياء اللي نحن حنواجهها.